السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. بمشيئة الله، اليوم في هذه المحاضرة تقريبا السادسة، وسنقوم اليوم إن شاء الله بشرح زمن جديد. هو زمن يعني إن شاء الله سهل، يكون يعني امتداد للأزمنة التي قمنا بشرحها سابقا. تحدثنا بس للتذكير عن زمن الماضي البسيط والمضارع البسيط وزمن الماضي البسيط. اليوم وأيضا تحدثنا عن المستقبل، واليوم نتحدث عن زمن المضارع المستمر. إيش معنى مضارع مستمر؟ زمن المضارع المستمر هو يعني زمن نتحدث، لاحظوا كما هو في التايم لاين، دائما في كل زمن يهمنا نتحدث عن أي فترة عشان نعرف. نتكلم عن ما يحدث لحظة التحدث، يعني لحظة ما أنت تتكلم هذا الشيء يصير، ولست أنت تتكلم عن شيء حدث مثلا في الماضي أو شيء يحدث تكرارا ويتكرر، أو مثلا شيء سيحدث مستقبلا. لا، هو يحدث الآن، قد يستمر إلى فترة قصيرة، قد يستمر فترة طويلة، ما يهمنا امتداده، ما يهمنا متى ينتهي، يهمنا أنه الآن يحدث. هذا أهم شيء فيها معرفة أي زمن. لحظة التحدث، بالنسبة للحظة التحدث، هل هو يحدث في نفس الزمن أو قبله أو بعده فقط؟ إذا عرفنا الآن أن نتحدث عن شيء عادة يكون يحدث في نفس لحظة التحدث. طيب، ننظر إلى بعض القواعد. كيف طريقة بناء هذا الزمن؟ طبعا للمعلومية، يعني دائما في كل زمن، لما نتكلم عن أزمنة، احنا نتكلم عن جمل فيها فعل طبيعي. لما نقول زمن ماضي، أكيد فيه فعل بيكون في الماضي، مثل ضرب في اللغة العربية، مش مضارع يضرب. أوكي، أكيد في أي زمن نتكلم عنه لازم نفكر في الفعل دائما. وتعرفون الأفعال أحيانا في أفعال عادية وأفعال يسمونها الريجولر اللي هي الشاذة، ما يهمنا الشيء هذا حاليا. إذا بناء الجملة يكون أول شيء بالسبجكت اللي هو I، وزي ما قلنا تكرارا هي وشي وإت دائما تكون لوحدها، وآي يكون لوحدها، والبقية الضمائر تكون لوحدها. واضح؟ فعشان كذا لاحظوا جزؤوها الآن أمامكم، أصبح في كل سكشن، في كل جزء مجموعة من الضمائر. I تأخذ am مثل ما عرفنا، أوكي، وهي وشي وإت تأخذ is، بقية الضمائر تأخذ are الجمع، أوكي، أو المخاطب يعني second person pronoun اللي هو you. طيب، طيب بعدين I زائد linking verb، الربط اللي نستخدمه مثل ما كنا نستخدمه مع الزمن أو مع الـ verb to be. بعدين then we have the first form of a verb plus ing، نعطي الفعل زائد ing. إذن باختصار احنا نتكلم عن زمن المضارع المستمر، ونقصد بزمن المضارع المستمر هو ما يحدث لحظة الكلام، شيء يحدث أمامنا أو يحدث وإحنا جالسين نتكلم، هو يحدث. لاحظوا مثلا احنا في اللغة العربية، عشان بس نقرب صورة is و are و am، يعني ممكن شخص خصوصا متعلم اللغة يعني إذا ما مارسها يعني تكون هذه بالنسبة له غير مفهومة واضحة جلية. أنا راح أقربها الآن لكم بمثال من اللغة العربية عشان تقرب الصورة. دائما اللغات فيها تشابه كبير ترى، على فكرة. مثلا لما أقول أنا جالس أتكلم، كلمة جالس أو جالس يمشي أو جالس يعني يطالع التلفزيون أو جالس يقرأ أو جالس يعني يمشي، حتى كنت جالس يمشي، كيف جالس يمشي؟ كلمة جالس أعتبروها كأنها هذه اللينكينج فيرب اللي تدل على استمرارية الزمن. أوكي، هي إنديكيتر يعني أسبكت يسمونها، ما يهمكم بالمصطلحات، انها كانها بمثابه ام او از او ار. فانا لما اقول I am working بالاي ان جي ايضا،
فكأني جالس، يعني أقول، أنا أقول جالس أمشي. كان بإمكانهم يقولون I working صحيحة، واللي يقول he working، لكن زي ما يقولك شخص بإمكانك تقول أنا أمشي، بدل ما تقول أنا جالس أمشي. بإمكانك تقول أنا أشاهد المباراة، بدل ما تقول أنا جالس أشاهد. ليش تقول لي جالس؟ إذا ما في دائما في اللغة، ما في شيء اسمه ليش أو إجابة منطقية أو كذا في كثير من الأحيان. أوكي، وإن كان في أحيان كثيرة أيضا لها تفسير، لكن أحيانا المفروض ما نسأل الأسئلة هذه. اللغة هي كذا، إحنا نبحر فيها ونتعلمها بأصولها بقواعدها. أوكي، لكن ما في إجابة ليش القاعدة هذه تستخدم كذا ليش كذا. مثل لما أسألك أقول ليش أنت تقول أنا جالس أتفرج، ليش ما تقول أنا أتفرج؟ أنا أفهم من كلامك لما تقول أنا أتفرج الآن إنك فعلا أنت الآن تتفرج، ليش تقول لي أنا جالس أتفرج؟ فأنا أشبه كلمة جالس نفس الآم والإز والآر الموجودة أمامكم الآن، تدل على الاستمرارية. طيب، فإذا بناء الفعل المضارع المستمر يكون بحسب الضمير المستخدم اللي هو الفاعل، نسميه في اللغة العربية اللي هو محمد أو أنا أو هي أو هند أو الطلاب أو الطالبات أو القطة أو السيارة. أوكي، بعدين على حسب الضمير نستخدم اللينكينج فيرب اللي هو الفيرب تو بي، ام او از او ار، بعدين الفعل زائد اي ان جي. فاقول مثل ما هو امامكم، اقول شي از ريدينج، شي از listening. انا الان اتكلم عن نفسي، اقول انا اتحدث، اي ام توكينج، اي ام سبيكينج تو يو، اي ام listening، اي ام جيفينج ا listen، اي ام اكسبلينينج ذا listen، اي ام ريدينج ا بوك، يو ار listening. You are paying attention. You're trying to understand. This is all a present continuous tense. Okay, واضح الآن من القاعدة. طبعا النفي، بالنسبة للنفي خلونا نشوف بس إذا كان فيه شريحة خاصة في طريقة النفي أو نعطيكم إياها الآن. أوكي، هنا. طيب، أو هذه عفوا الأسئلة. طيب، النفي، بالنسبة للنفي أنا راح بس أعطيكم الآن شريحة عشان تكون موجودة، اللي في بعض الناس يحتاجها. أنا الآن بنزل هذه الجمل المنفية، لأنه مهم. إحنا دائما نركز في الأزمنة على 3 أمور: الجمل المثبتة أو الجمل المنفية، وأخيرا عن طريق تكوين الأسئلة. إذا الآن أمامكم هذه جمل منفية، نفس الفكرة، اللهم أنك تضيف فقط كلمة not بعد الـ linking verb أو الـ verb to be. فنقول I am not working، هي الأصل I am working. اختصارها لاحظوا على اليمين الشورت فورم I'm not. Okay, I'm not. This is the way it's written. طيب you are not working، إذا أضفنا not بعد ال verb to be. You're not working، إذا اختصارها لاحظوا على اليمين. دائما قلنا الشورت فورم هو مهم، مهم في الكتابة فقط وأيضا في النطق. يعني دائما يقول you're not، دائما في الحديث يقول you're not، you're not working، I'm not. فهنا اختصار أيضا في الكتابة وأيضا في الحديث. فممكن يعني مثل ما سألتكم المرة الماضية، قلت من الأسئلة المحتملة وهي جت في فصول سابقة، أقول لك the short form of، راح أكتب لكم الآن بالشكل هذا، ممكن أقول لك the short form of you are not is. أعطيك خيارات، أقول لك مثلا كذا you're not، ممكن أقول لك you're not، أو ممكن أقول لك you're not. هذه مثلا
احتمالات خطأ فيها طبعا، واحدة صحيحة اللي هي الأولى. أوكي، فدائما لما أقول لك the short form بياناته الشكل المختصر لكتابة هذه العبارة. طيب إذا this is the way we make negative sentences and now we move to the third dimension، ننتقل للجزء الثالث اللي تحدثنا فيه أو نتحدث دائما فيه عن عن تكوين الأسئلة في كل زمن يعني نشرحه. طيب تكوين الأسئلة الآن في هذا الزمن اللي هو زمن المضارع المستمر اللي يعبر عن شيء يحدث لحظة الكلام. لاحظوا هذه this is yes and and no questions. ف yes and no questions إجابة تكون بنعم أو لا. فلما أقول he is مثلا I am reading هذه الإجابة، فأبغى أسأل أقول هل أنا أقرأ، هل أنت تقرأ، هل أنت تتحدث؟ فلاحظ أني أقدم فقط linking verb أو ال verb to be، نسميه verb to be، والباقي يظل زي ما هو بدون أي تغيير. فالجملة مثل ما بدل ما هي you are reading فأقول أقدم ال are خليه في البداية فأقول are you reading. لما أقول I am reading فأقول am I reading، am I telling the truth، am I saying the right thing. شخص يسأل يقول هل أنا أقول حقيقة، هل أنا أقول الكلام صح ولا لا مثلا. هذا من الأسئلة المنطقية اللي محتمل كيف تسأل نفسك أو تسأل شخص، تقول am I telling، am I saying the right thing، am I I reading or whatever. okay، أو تسأل نفسك تقول am I doing the right thing، هل أنا جالس أسوي الشيء الصح، am I doing the right thing. لاحظوا أني قلت جالس عفويا لأن زمن مضارع مستمر، ترجمتها قلت لكم جالس يعني ما فكرت فيها، بس أنا أقول ليش نستخدم is و are، نفس الفكرة، هل أنا جالس أسوي الشيء الصح. فكان بإمكاني أقول هل أنا أسوي الشيء الصح الآن، لازم أقول كلمة الآن، فهي أما تجي بصورة الآن أو تجي شيء داخل يسبق الفعل. أنا قلنا حنا في اللهجة العامية نقول جالس، هي طبعا ما هي في اللغة الفصيحة ما نقول جالس، مع إنه كان في أفعال مشابهة على وزن اللغة العربية، أفعال المقاربة وأفعال مثل ما زال أو ما فتئ أو ما انفك، كل هذه ترى تدل على كأنها أنا أشبهها بجالس بتوه بالأشياء العامية اللي نستخدمها هذه، وقد قد بعض اللهجات في الجنوب، ومثل أشياء كثيرة يعني من تستخدم على حسب اللهجة. فهذه الأشياء موجودة في اللغة ولكنها تتغير من فترة لفترة، وموجودة في جميع اللغات تقريبا بشكل أو آخر، أما يعبر عنها بكلمة تسبق الفعل أو يعبر عنها بزمن يثبت وقوع الفعل، مثل تقول الآن، مثل تقول غدا، مثل لازم يعني يكون في شيء يدل على الزمن والاسبكت، هل هو مستمر ولا شيء حدث وتوقف ولا شيء توه بدأ. لما نقول والله توه بادي يقرأ، توه بادي يقرأ يعني الآن حددت منطقة، ما هو الآن هو جالس يقرأ، هو توه بادي يقرأ، توه يعني توه بادي يقرأ مثلا. عموما هذا موضوع طويل ليس محل، لكن أنا اللي أحاول أوصل لكم الآن أن في كل لغة، وأنا جالس أبرر لكم ليش نستخدم is و are وكذا مع ال ing. عموما نرجع لموضوعنا وهو الآن صياغة أسئلة بنعم أو لا. فلما أقول لنروح ل he و she و it طبعا تأخذ is، فبدل الإجابة لما أقول he is reading فأقول is he reading، is she cooking، is it crying، crying بمعنى يبكي. أيضا الحال you we و they نقدم الـ are، نقول are they sleeping، are they skiing، are they cooking، are they eating. هذه بالنسبة للـ double الـ yes and no questions. How about WH questions؟ أبغاكم تعطوني الآن أسئلة باستخدام WH مثل what، where، when، who، how. كل هذه أشياء ممكن نسميها أسئلة استعلامية تستعلم فيها عن شيء، عن شخص، عن زمن، عن مكان. أبغاكم تحاولون تستخدمون نفس الزمن، تعطوني سؤال يبدأ بـ WH ويكون في زمن المضارع المستمر
مثل ماذا تعمل الآن، ماذا تطبخ، ماذا تأكل، ماذا تقرأ، أو متى، أو مثلا من الذي يضرب من الذي يطرق الباب، أو من الذي يقود السيارة الآن، أو من الذي يعني يتحدث في التلفون. أعطوني أمثلة من عندكم، فأنا جالس أنتظر بعض الأمثلة ريثما أضع لكم الشريحة التالية. طيب أنا راح أعطيك مثال، في أحد ما في أحد كتب شيء، راح أكتب الآن. لما أقول what are you doing، ماذا تعمل؟ يعني هذه قصدي الآن، what are you doing now. لو أضفت كلمة now لا بأس، صحيحة. أوكي، لو ما أضفتها أيضا الأمر صحيح. what did you drink last night، هذا زمن ماضي البسيط يا نورة. أوكي، هذا زمن ماضي ممتاز. زمن الماضي اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، احنا الآن نتحدث عن شيء يحدث الآن. لاحظت انت قلتي last night، ليلة البارحة، احنا نتكلم عن now. okay what are you drinking now، what are you reading now، what are you doing now. okay لكن did هذا شرحناه، بإمكانك الرجوع لتسجيل البلاك بورد المحاضرة اللي شرحناها سابقا. لكن لما أقول why يكمل يعطيني أي جملة. لما أقول why is she، يلا كملوا لي هذه حتى لا متسامح، كأنه يجي على اليمين بس. why is she، كمل لي بعد she إيش ممكن نحط. why is she، ممكن من يكمل لي هذه؟ فعل، نحتاج فعل، أي فعل. why is she بس يكون صحيح بناء، أحدد شيء الآن أمامي. أنا أقول أنا بسأل عن السبب، لماذا هي مثلا، ممكن شخص يقول يكتب لي تبكي، لماذا هي تضحك، لماذا هي تكتب، لماذا هي تقرأ، لماذا هي مثلا تطبخ، كل هذه. لكن أبغى الآن يكمل، تكملي لي يا نورا. why is she، أو ممكن أقول what is she، بعدين أكمل what is she أو why is she أو who is she. كل هذه بداية سؤال في زمن المضارع المستمر. لما أقول why is she، راح أكتب الجملة كاملة. why is she laughing، لا لماذا هي جالسة تضحك. why is she laughing أو what is he reading، يقرأ ماذا هو، والله يقرأ مجازين أو يقرأ مجلة أو يقرأ news or he's reading a paper. why is she sleeping، excellent. why is she sleeping. okay في تنوية دائما ينوهون عنها اللي يسمونها non action verbs. سمعت non action verbs؟ تعرفون احنا شرحنا الزمن المضارع البسيط، تذكرون مثل I read، I go to school every day، I cut my hair every month، I go to the I go to the mosque every day، I watch TV every night. هذا كله زمن مضارع بسيط، والآن نشرح زمن مضارع مستمر. لكن في بعض الأفعال non action، يعني ما تقبل الحدث، أفعال تأتي دائما بصيغة زمن المضارع البسيط لكن ما تجي في المضارع المستمر. مثل كلمة I know، الفعل know أعرف، ما نشوف شخص يقول أنا أعرف إنه مستمر الآن فأقول I am knowing him،
أنا أعرفه يعني الآن جالس أعرفه، حتى بالعربي، لحظة ما نقول والله أني جالس أعرفه، جالس أتعرف، أوكي هنا شيء فعل ثاني تتعرف عليه، تتعرف على ملامحه، لكن ما حتى بالعربي في بعض الأفعال مشابهة للإنجليزي، فهي أيضا نون أكشن، فما تقول أنا جالس أتعرف، جالس أعرف، شلون جالس تعرف شخص؟ تتعرف أوكي، لكن ما تقول أنا جالس أعرفه من سنين وأنا جالس أعرفه، ما تجي. أنا أعرفه تستخدمه بزمن المضارع البسيط مثل أفهم، لما تقول I understand ما تقول عادة، مع الناس أصبح يقولونها تجاوزا أحيانا، فيقول I am understanding، لكن الصحيح تقول I understand، مثل الحب لما تقول أنا أحب، هل نقول أنا جالس أحب؟ ما تقولها عادة، لأن الحب هنا نون أكشن، ما يقبل انه شيء يتكرر ويحدث، انه يحدث غير طوعا بالنسبه لك، اوكي؟ فيسمونها state of verb، تفعل تصف حاله وليست action، ليست حدث، فما تقول I am loving، اوكي I am loving him، لا تقول I love him، I love you مثلا. لاحظوا في دعايه ماكدونالدز استخدموا I am loving ماكدونالدز مثلا، ليش استخدموها؟ لأنهم كسروا القاعدة، فأصبحت الناس يعني شدت انتباههم، فزي اللي يقول إلا بالغصب أنا أحب ماكدونالدز حب يعني مستمر، للتعبير عن هذا الشكل، واللي هم معروفين، فلما استخدموا كسروا القاعدة وكتبوا I am loving it، حطوا بالING، فهو هذا سبب جذب الانتباه، خصوصا في المجتمعات اللي تتحدث لغة إنجليزية. والآن أصبحت نشوفها حتى في السعودية، نقلوها فيقول I'm loving it، القصة ليست فقط أنا أحبه، القصة أنه كسروا القاعدة اللي هي تقول كلمة love و like، يحب و dislike ويكره و hate، ما تأتي بالـ ing، لأن هذه كلها أفعال ليس non action، أو كلها state of verb زي ما قلت لكم، تصف حالة مشاعر، أوكي، ولكن لا يجب أن لا تكون بالآي إن جي، فأنت لما تكسرها يصبح إيش؟ يصبح كلامك نوع في نوع من الغرابة ويشد الانتباه، ويكون يعني تجاوز على الخطوط الحمراء الخاصة بهذه الأفعال. طيب إذا هناك أفعال نون أكشن مثل ما قلنا I hear أنا أسمع، I hear ولا I see أنا أرى، أيضا كل هذه الحواس عادة بجميعها، و I feel كل هذه عادة يفضل تستخدم فيها زمن المضارع البسيط، أوكي أنا أشعر، نفس اللغة العربية ما تقول والله أنا جالس أشعر مثلا بألم، تقول أشعر بألم على طول ببساطة، أوكي أحس بوجع، ما تقول أنا جالس أحس بوجع. طبعا تشبيه هذا أنا أشوف هذا فلسفتي نظريتي، يعني ما هي شيء علمي اللي جالس أقول لكم ولا مثبت، في بعض أنا كذا أشبهها بكلمة جالس، إنه لأنه فعلا يدل على الديمومة، على الفعل أنه جالس يستمر، أوكي يستمر الفعل، فأنا أشعر بكذا، أحس بكذا، دائما اسمح أنا أحس بألم في بطني، أحس بكذا. أيضا كلمة أسمع Why is he crying؟ نعم أنا ما أدري ليش التأخير يأتي من عندكم، ما أدري الصوت متأخر يصلكم أو لا. طيب عموما أتمنى إذا كان الآن الصوت فوري اكتبوا لي مثلا رقم واحد، اكتبوا لي رقم واحد، الساعة 6:56 عندي الآن، فإذا بنشوف متى يجي رقم واحد. طيب عموما ممتاز، معناته الصوت فوري ممتاز، بس يمكن الاستجابة عندكم شوي بطيئة. طيب خلونا نسوي الآن مقارنة بين present simple and present continuous، المضارع البسيط والمضارع المستمر. يقول لك complete these sentences with either the present simple or the present continuous form of the verbs in the brackets. عندكم أفعال دول الأقواس استخدمها، مثلا أو number one David never clean up after his mess، هل نقول David never؟ كتابة بطيئة ما في مشكلة. طيب David never to clean up after his mess، David never هل نقول cleans ولا نقول is cleaning up after his mess؟ طبعا احنا قلنا استخدام مضارع البسيط للتعبير عن روتين، عن عادة، عن حقيقة علمية، اوكي، او ظاهرة كونية، او اي شيء
يحدث we take it for granted، يعني نأخذها أنه هذا هو مسلم به. فوش رأيكم، هل نستخدم زمن المضارع البسيط هنا أو المستمر؟ لما نعبر نقول والله ديفيد أبدا ما ينظف يعني وساخته، أوكي يعني حوسته، خلينا نقول أحسن. يعني هل نستخدم زمن مضارع مستمر أو بسيط؟ إيش رأيكم؟ طبعا النفر هنا يسمونها adverbs of frequency، اللي هي تكرار الحالة. هل هي تتكرر بشكل مستمر دائما always usually أحيانا never أبدا مطلقا rarely نادرا، كل هذه يسمونها adverbs of frequency. frequency تكرار، ما مدى التكرار لفعل هذا الشيء؟ طيب أنت تقول نورة تقول له مستمر، عايض إيش رأيك؟ تقول مستمر ولا نقول مضارع بسيط؟ أنه ديفيد never to clean up after his mess. البسيط نعم. فيفترض أن نقول لا، ما لا ما هو عشان أنا فيه، لا لا، لأنه قلت لكم هذه كلمة نفر صحيح أنها ما تنفي، لكنها adverb of frequency يعني تكرار، يعني أنه أبدا مطلقا، ولا دا والعكس اللي فوق دائما always، بينها usually sometimes، كل هذه الأمور تأتي بينها. فنقول David never cleans up after his mess. هذا هو الإجابة صحيحة. David never cleans up. لاحظوا قلت بالإس ليش؟ لأن لو ترجعون للزمن المضارع البسيط قلنا إذا كان شخص ثالث مثل ديفيد أو هي أو شي أو إت، نستخدم مع الفعل إس دائما، نقول he drives، he goes، he reads. فأبغاكم الآن كل واحد يكتب الرقم، رقم 2 ويحط الفعل المناسب، ويكتب رقم 3 ويحط الفعل المناسب. أعطيتكم 3 دقائق أو 4 دقائق وأجي أشيك معكم ونمشي عليها واحدة واحدة. تفكروا فيها وأعطوني رقم 2 واكتب الفعل المناسب. طيب رقم 2 صحيح عليكم، is preparing. spelling صحيح على نورة أيضا، أعيض بس أضفت أي إضافة ما لها داعي. إذا Deborah is preparing dinner. كيف قلنا، كيف عرفنا أنها استخدام مضارع المستمر؟ لأنه لاحظوا قال at the moment، فأنا قلت لكم سابقا، قلت في جميع الجمل وأنا راح أستخدمها في الاختبار، يعني راح أبين لكم أي زمن أنا أقصد باستخدام كلمات، مثل أقول now، مثل أقول لك at the moment، راح أكتبها لكم الآن. في الزمن المضارع المستمر أشياء مثل at the moment، وأيضا ممكن أقول now، ممكن أقول right now، الآن مثلا، نفس الكلمة لكن تشديد تأكيد إنه حالا. وممكن أقول look، أحيانا أستخدمها بس أنا ما أستخدمها. لما يقول شخص look he is، يقول لك لوك انظر، يعني يبينها لك تراها زمن مضارع مستمر، ناظر هو الآن يعمل كذا، بس أنا ضدها هذه.
لأن أحيانا قد تكون ممكن استخدمها في زمن آخر، لأني ممكن أقول شخص لوك، أنا جبت صورة له فوتوغرافية أقول لوك مثلا هو هي كوكس، هي مثلا كان مو بالضرورة إنه الآن يطبخ. طيب طيب ممتاز. رقم 3 يقول لك I، إذا عايز يقول I لازم تكتبونها كاملة، ما في شيء اسمه I talking. I إذا بتحط بزمن المضارع المستمر وش المفروض تقول I am؟ ممتاز، المفروض تقول I am talking. I'm talking with my friend now. صحيح لأنه قال now. Okay, I'm talking with my friend now. Okay, number 4. We having basketball now. Okay, we having a briefing every Monday morning. Okay. عايض يقول having. طيب ليش قلت having؟ هل في شيء يدل على أنه يحدث الآن؟ بريفنج بمعنى موجز، لما تقول شخص يقول الآن لدينا موجز، يقول كل يوم اثنين في الصباح، كل صباح يوم اثنين. ايه ممتاز. ليس كل يوم، ما في أول شيء، ما هي هي كل صباح يوم اثنين. أوكي، حتى لو كان كل صباح يوم اثنين لا يعني ان هذا مستمر، معناته انه يتكرر. فإذا كان الشيء يتكرر، حتى لو كان يتكرر كثير أو قليل أو يتكرر نادرا، هذا زمن مضارع بسيط. واضح؟ لأنه ما يحدث الآن، يتكرر. في فرق بين شيء يحدث الآن، أوكي، أو شيء يتكرر. ثاني شيء، حتى لو كان يحدث بشكل مستمر ما نقول everyday، نقول it's continuous يعني مستمر. نجيب كلمة أخرى، لكن ما نعبر عنه everyday. Every day بمعنى شيء يتكرر كل يوم، فنستخدم زمن المضارع البسيط. فنقول هنا we have a briefing every Monday morning. لاحظوا انه يتكرر فقط في الصباح كل يوم اثنين، مرة في الأسبوع. إذا دام يتكرر وليس يحدث الآن، زمن، لاحظوا الزمن المضارع المستمر هو يحدث زمن أو وقت الكلام. إذا هو ما يحدث وقت الكلام، استخدم زمن آخر، استخدم مضارع بسيط. إذا الآن يحدث الشيء، أوكي، حتى لو هو يحدث الآن، مثلا احنا نفترض أن الحين احنا الآن صباح يوم الاثنين، ونبغى نقول والله احنا لدينا موجز كل صباح يوم اثنين، أيضا نستخدم زمن مضارع بسيط. لأن أنا ما أتكلم عن هذا اللي يحصل الآن، أتكلم عن حقيقة، أتكلم عن شيء روتيني، أتكلم عن شيء يتكرر، أتكلم عن حدث ليس بالضرورة يشرح اللي يحدث الآن، هو يشرح التكرار. فأنا أقول we have a briefing every Monday morning. صحيح، وأقدر أقول now we're having. Now الآن we are having a briefing now الآن. أهم شيء إنه يحدث الآن، لأنه الآن today is Monday and it's early morning. So now we're having a briefing. We are having. طيب. Number 5. This is a question. He to play basketball now. بسأل. I just want to ask. That's a question. I need a yes and no question. And I want to know if he is playing football or basketball now. فأقول إيش؟ فأقول is he playing basketball now? Is he playing? Yes, he is. طيب، okay. Number 6. لاحظوا قال الكلمة اللي قلت لكم قبل قليل. قال look, our cat sleep. هل نقول sleeps ولا is sleeping؟ is sleeping صحيح. أيضا على فكرة ترى sleep أيضا ترى هو من ال non action verbs اللي ما تأخذ ing، لذلك دائما هذه معلومة لكن هي صحيحة. لو قلت is sleeping زي ما قال عاد صحيحة، لأنها أصبح الآن يستخدمونها بشكل منتشر. أوكي، لكن في الأساس وأكاديميا إنك المفروض تقول، بدل ما تقول I am sleeping أنا نايم، أنت ما أنت تتحكم في النوم،
أنت النوم يعني ليس شيء باستطاعتك فعله، يحدث لك فجأة بدون إرادة. مجرد ما تحط رأسك أنت ما تقدر تنوم، فما تقدر تتحكم في النوم، أنت ما جالس تسوي شيء طوعا. فهم يقولوا قالوا كيف نتجنب هذه؟ قالوا نخليها صفة، نقول he is asleep، he is asleep يعني نائم. okay he is asleep. okay فثم بعدين تجاوز قال خلونا بس نكتب he is sleeping يعني هو نائم. فلو استخدمت هذا صحيح، لكن في الأساس هي أسليب أي شيء ما تسوي طوعا يكون non action، هو نائم، لأنه لا يستطيع الشخص أنه يعني يصحى أو ينام بطوع من يعني بإرادته، خلاص نام نوم سلطان، ما عاد يعني يقوم إلا بمصدر مزعج أو يشبع نوم. أوكي طيب، next we have you to come to the party. Okay. Are you? Yes. Are you coming? لكن ما تقول are you to come. Are you coming? ما في اسم to coming، ما في. To come ممكن، لكن هنا في السؤال تقول are you coming. Are you coming. Are you coming to the party. هل أنت قادم للحفلة الآن مثلا؟ حتى تستخدم في زمن المضارع المستقبل، تذكرون قلنا نستخدم المستقبل في زمن من الشكل من الأشكال، قلنا نستخدم نفس المضارع المستمر. فلما تقول Are you coming to the party تحتمل احتمالين، هل أنت ستأتي يعني أنت جدولت في نفسك واتخذت قرارك بأنك ستأتي مستقبلا للحفلة، وممكن أكون على التلفون مع شخص والله تأخر علينا فأقول له Are you coming to the party، هل أنت في الطريق للحفلة مثلا. طيب next we have what time the bank to open. أنا بسأل أقول متى يفتح البنك. طبعا لما أسأل عن الشيء هذا، هل أنا أسأل عن شيء مستمر يحدث عندي الآن، ولا أنا أسأل عن عادة وعن روتين وعن شيء يعني تكرر؟ طبعا أنا أسأل عن حقيقة، أسأل عن عادة، أسأل عن روتين يومي، إن البنك يفتح الساعة كذا ويقفل كذا. فأنا أبغى أسأل باستخدام نفس الزمن، إذا ما أسأل باستخدام المضارع المستمر، إنما أسأل باستخدام المضارع البسيط. نعم هذا متكرر، فأقول إيش؟ فكيف أسأل؟ أقول what time، لما أقول متى يفتح البنك. طبعا لما كنتوا معنا لما سألنا لما شرحنا زمن المضارع البسيط، لكن إن شاء الله إنه يعني يكون سهل بالنسبة لكم. فأقول what time، كيف أسأل بالزمن المضارع البسيط؟ طبعا درسناها هذه المحاضرة السابقة. هل أقول what time is، ولا what time does، ولا what time do؟ ايش رأيكم؟ What time does the bank open؟ طبعا شرحناها، اللي حاب يعرف كيف استخدمت does يرجع للمحاضرة السابقة اللي شرحنا فيها السؤال عن زمن المضارع البسيط. أنا أسأل مضارع بسيط، وش معنى مضارع بسيط؟ نتكلم عن عادات، تتكلم عن أشياء habits، عن روتين يومي، عن شيء يتكرر. أوكي فأقول What time does the bank؟ ليش أقول does؟ لأن does تدخل على he و she و it أو ما يقابلها من أسماء مثل the bank، سارة، علي. next we have you to kid me now. You والفعل المطلوب هو to kid، لما يقول لك to kid هو قصده ان هذا فعل، ولا المطلوب kid، لكن لا تغرك to تحطها مع في الاختيارات. to kid هذا زي يقول لك يأكل، أعطني فعل المستمر من الآن يأكل مثلا، نفسها. أو أحيانا تشيل to، المفروض تشيل to من هنا من الفعل، ليس مضارع. to kid يعني قصدك ترى هذا ما هو اسم، هذا فعل، لأن kid تأتي بمعنى فتى، تأتي يمزح لما تستخدمها كفعل، فهو حط to يقول لك ترى فعل ما هي اسم، واضح ليش حط to؟ يقول لك تراني أتكلم معك. مثلا كلمة play، play تجي بمعنى مسرحية وتجي بمعنى يلعب، كيف أعرف أنت هو يقصد مسرحية ولا يقصد لعب؟ قال أوكي تراها يلعب، وبحط لك to قبلها عشان أعلمك إنها فعل، لأن تو ما تدخل إلا مع الأفعال.
الفيليتيف تو، ما هي مثل حرف الجر. تو كلين مثلا، لما يقولك شيخ شيء نظيف، اتس كلين، نظيف، هذا صفة. لكن تو كلين هنا خلاص هذا فعل. طيب ما علينا، إذا لا تغركم تو هنا في الأسئلة، دائما أسئلة جرامر تو لا تغركم، هو مقصود الفعل. فهل أقول do you kid me ولا are you kidding me now؟ are you kidding me now؟ طبعا are you kidding me، ممتاز. طيب I'm really sorry dear but you do not to meet our criteria. I'm sorry، شخص دخل على مقابلة وقالوا له I'm really sorry dear لكنك يعني ما حققت المعايير الخاصة بنا. هل نقول you don't meet our criteria أو you're not meeting our criteria؟ أوكي، أنا أعتقد أن زمن المضارع البسيط في you don't meet our criteria. You don't meet our criteria because this is a fact. ما هي يحدث الآن؟ هذه حقيقة. أنت ما ترتقي أو ما تحقق المعايير الخاصة بنا. أنت ما هو مو شيء مستمر، هذه حقيقة فيك. فاستخدم زمن مضارع البسيط، أقول لك you don't meet our criteria. طيب number 11، نعم you don't. number 11 everyone work on the project now. Okay, so there is the word now, so that means it's a present continuous. فأقول everyone on the project now. on the project على المشروع، أبغى أقول كل الناس تعمل على المشروع الآن. yeah working، طبعا لا تنسون ال is، كلمة is working مهم. okay، ما هي كلمة واحدة فقط، لازم تقول is working on the project now. آخر واحدة we usually okay we usually hold our leadership training in Rome but this year we hold it in Venice. So دائما يعني التدريب الخاص بالإدارة يكون في روما، لكن الآن السنة هذه أصبح في فينس أو فينس. ففينس is دولة في إيطاليا، مدينة أعتقد في إيطاليا. we usually hold our leadership training in Rome but this year we at in Venice. هل نقول we hold it ولا we're holding it in Venice؟ نعم we are holding it in Venice. ممتاز، أحسنت. ممتاز، الله يعطيكم العافية. انتهى الوقت، شاكر لكم تفاعلكم ووجودكم. كان ودي انكم تكونوا موجودين من قبل، لكن ان شاء الله في المحاضرات القادمة. وما يمنعنا ان يكون في تكليف ذاتي مراجعة للجميع. الله يعطيكم العافية، شاكر لكم تواجدكم وفي أمان الله.